في حلقتنا اليوم غادي نتكلموا على أشهر القصص في القرآن اللي حفظها الكبير والصغير وعرفها أغلبية المسلمون. القصة اللي غادي نشارك معكم اليوم مليئة بالحكم وحتى العبر. في حلقة اليوم غادي نشارك معكم إحدى قصص الأنبياء المباركة اللي كان عليها سبحان الله واحد طلب رهيب من طرفكم، واللي هي إحدى قصص القرآنية لتذكرات الأحداث تجولها بالتفاصيل. في هذه القصة غادي نشوفوا ظلم وصبر ومعاناة وأمل وقسوة ورحمة وبزاف ديال الأمور. سلام سلام and welcome back to our channel سلاميليك. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، أموركم هانية. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: نحن نقص عليك أحسن القصص. فكلنا عارفين بأن القرآن الكريم اشتمل على مجموعة من القصص ديال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قصص ديال الأنبياء اللي كتعود في أكثر من موضوع، وهذا الشيء الحكمة ولزيادة العبر والعظات وتذكير المؤمن دائما بعاقبة المكذبين من الأمم السابقة، زائد على أنه يبقى في حالة خشية من الله تعالى وخوف من العذاب دياله. قصة اليوم هي حيث أنزل الله تعالى فيها صورة كاملة منفصلة لكتكلم عن قصة نبي الله يوسف وأبيه يعقوب عليهما السلام والإخوة دياله. أولا نعرفوا شوية بالصورة قبل ما ندخلوا فيها. أولا قصة يوسف فهي مكية، نزلت على الحبيب من بعد عام الحزن، الحزن العظيم اللي حزن فيه الحبيب على وفاة سيدتنا خديجة رضي الله عنها وعمها أبي طالب، فحزن كثيرا، ولما حزن نزلت عليه هذه الصورة باش تحيل ليه داك الهم اللي كان فيه. وقبل ما نبدأ قصة حلقتنا اليوم بغيت نقول لكم شكرا دائما وأبدا على الفرصة اللي كتعطوا لهذا المحتوى باش أنه يزيد القدام، ومرحبا بالناس الكمية الهائلة ما شاء الله اللي التحقوا بالقناة. كنتمنى أن المحتوى ينال إعجابكم، وشكرا شكرا شكرا. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لنبدأ. خلينا واحد شوية تعرفوا بسيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف تولد في فلسطين ونشأ في كنف والديه، هما 10 ديال الإخوة و11 منهم، وكاين اللي كيقول أنه هما 11 وهو 12. فسيدنا يوسف هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، السلالة النبوية الكريمة. فكان يوسف عليه السلام مكانة كبيرة في قلب أبيه يعقوب النبي الكريم عليه السلام، كانت يبغيه بزاف لدرجة أنه خلى الإخوة ديالو يحسدوا على هذا الحب ونزلت في قلوبهم الغيرة. في واحد النهار غادي يجي سيدنا يوسف عليه السلام للأب ديالو وغادي يقول ليه بلي أنه شاف في المنام الشمس والقمر كما ورأى 11 كوكبا كيسجدوا ليه. سبحان الله. قال ليه أبوه سيدنا يعقوب باش أنه ما يقولش هاد الشي الإخوة ديالو خوفا عليه منهم، حيتاش هاد الشي ما غيزيد إلا من حقدهم عليه وغيرتهم. مع الوقت غادي يتطور الحقد والكره ديال الإخوة يوسف ليه، وغادي يقرروا باش أنهم يتخلصوا منه وبمرة، ويبقى الأب ديالهم غير ليهم باش يولي حبه ليهم بوحدهم. تو سامبلومون حيت شافوا ان الحب نتاع سيدنا يعقوب ليوسف وتفضيله عنهم فهو خطا وليس من الرشد في شيء، وهذا هو المنظور اللي كان عندهم. فتشاوروا ما بيناتهم على الطريقه الافضل باش يتهنوا منه من يوسف عليه السلام بدون ما يلومهم باهم او لا يعرف بالفعل ديالهم، فاقترحوا باش انهم يقتلوه، وهو يقول واحد فيهم: لا تقتلوا يوسف وأن نلقوه في غيابة الجب، غادي يكون أفضل من قتل دياله، بمعنى البعيد المظلم الذي لا يعرف. المهم تفقوا. في اليوم التالي غادي يطلبوا من الأب ديالهم باش أنه يسمح لهم باصطحاب يوسف باش يديوه معاه يلعب، فرفض يعقوب عليه السلام. وهنا كانت بداية الأمر خوفا ليأكلوا الذئب ومساهين عليه، ولكن غيبقوا معه حتى يقنعوه، ومن بعد غادي يخرجوا وكان معهم سيدنا يوسف باقي غلام صغير، وفنيتهم أنهم يلوحوا في البير. فعلا لما وصلوا غيطبقوا داكشي اللي خططوا ليه ولحوه في البير. في الآية ما جاتش ضعوه ولكن ألقوه. يقولون المفسرون باللي أنه تعلق في واحد الطرف ديال حافة البئر وضربوه بالحجر حتى انفكت يديه من غير قميص عليه وسقط في الداخل ديال البئر. المهم نخليكم تخيلوا العمق نتاع هاد البئر والظلام، خصوصا طفل غلام. فخوتو غادي يرجعوا لعند باهم، سيدنا يعقوب غادي يتفاجئ، بداو كيمثلوا عليه الحزن والبكاء على اشنو وقع ليوسف عليه السلام. وحفظوا واحد الجمله: ليس كل من بكى فهو صادق، والجمله الثانيه: ليس كل من تباكى عليك فهو معك. المهم قيل بلي انهم رجعوا حتى الليل
علاش؟ باش ما تبانش الحقيقه ديال الملامح ديالهم. وباش ياكدوا الامر جبدوا واحد القميص ديال يوسف ملطخ بالدماء، زعما راه كلاه الذئب اللي اصلا في الطريق غادي يذبحوا واحد الشات وغادي يحطوا الدم ديالها على هذا القميص. ولكن الكذبه ديالهم ما كانتش ناجحه، من حيتاش هل يعقل انه ياكل ذئب انسان بدون ما يقطع عليه القميص ويخليه في ذاك القميص دماء؟ المهم الا ان يعقوب عليه السلام ما تيقهمش وقال لهم: بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اجي نرجعوا دابا للجهه نتاع سيدنا يوسف. فمن بعد ما لاحوه خوتو في البئر، جلس سيدنا يوسف عليه السلام تما كيتسنى الرحمه ديال مولانا والفرج ديالو. لا رقيب ولا مؤنس الا هو. غادي يدوز 3 ايام حتى دازت واحد المجموعه من المسافرين، غادي يلوحوا الصلاه ديالهم او الدلو في ذاك البير باش يشربوا. ولما اخرجوه خرج لهم يوسف عليه السلام. فرح الرجل اللي شافوه ويقول: يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام. وتظاهروا باللي انه بضاعه من البضاعات اللي هما جابوها، وشافوا راسهم باللي انه كيمتلكوه. من بعد مشاو باعوه في السوق ديال العبيد، باعوه بثمن رخيص لرجل من مصر وقد كان وزير الماليه فيها في مصر. فيا اصحاب الهموم، تخيلوا معايا نبي ابن كريم ابن كريم ابن كريم على محنه مناش داز منها وهو غلام لا يبلغ سن الرشد. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كملوا القصه باش تشوفوا اللطف ديال مولانا. المهم داه معاه البيت العزيز، دخل يوسف للقصر وبدا كيكبر، وبذلك نزلت رحمة الله تعالى واللطف على سيدنا يوسف عليه السلام ومكن له في الأرض. غادي ترعرع يوسف عليه السلام وكبر في بيت العزيز والزوجة ديالو، ولما بلغ أشده تفتنات به امرأة العزيز وحاولت باش أنها توقع في الفاحشة. فسبحان الله يوسف كان جميل، وكانت في السلالة ديالو جدته سارة أو لا سارة اللي كان عندها نصيب كبير من الجمال. ورد في الأحاديث باللي جمال سيدنا يوسف هو نصف جمال بني آدم. سبحان الله إيماجيني. المهم في هذه الأثناء يوسف عليه السلام تذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر فضل العزيز عليه، وهو يقول: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فاعتبر يوسف عليه السلام هذا الشيء خيانة وغيظلم لنفسه ويظلم للعزيز اللي كرمه وآواه في بيته. شنو دار سعد بالله من هذه الفتنة ولجأ ليه باش يحصنوا منها؟ لجأ المولانا. سيدنا يوسف غادي يهرب للباب باش يهرب منها مرات العزيز، ولكن تبعته وشداته بالقميص ديالو من الخلف فانشق في يدها. قال تعالى: والسبق الباب وقدت قميصه من دبر. ديك الساعة غادي يبان زوجها العزيز. فاشتكت يوسف عليه السلام إليه واتهمته باللي أنه يحاول أن يغويها. إيوا دغيا وصل هذا خبر الإغواء مرات العزيز ليوسف عليه السلام إلى نسوة المدينة، وبدا الحديث كيدور ما بيناتهم على هادشي اللي دارت. ويطيح على واحد الفكره، بغات تبين لهم سبب هاد الفعله ديالها. فقررت، تخيلوا، قررت باش توجد صفرة من الطعام وتعيط لهم. لما جلسات اعطت كل واحده منهن موس باش يستخدموه في الاكل. من بعد عيطات على سيدنا يوسف عليه السلام باش يخرج لعندهم. لما ظهر لهم ورأينه ما صدقوش الجمال ديالو، تلفوا ومشى لهم العقل وجرحوا يديهم بدوك السكاكين اللي كانت معاهم. ما تيقوش واش هذا بشر وإنما هو ملاك. يا سبحان الله. قال مولانا وصفا لذلك: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وهذا هو الهدف ديالها، بغات تبين لهم بلي الجمال ديالو هو سبب فتنة ديالها. فلما شاف سيدنا يوسف عليه السلام ذلك دعا الله تعالى قائلا: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قرر العزيز باش يحط يوسف عليه السلام في السجن على الرغم من علمهم باللي هو بريء، ولكن عزموا على أنهم باش يحطوه في السجن مدة من الزمن بنية باش يرد التهمة عن امرأة العزيز وتجنبا لغوايتها به مرة أخرى. فسيدنا يوسف غادي يتلقى بالعديد من البشر في السجن، وغادي يشتهر عليه فيما بيناتهم بأنه شخص صالح صادق الحديث كثير العبادة، كما أنه أمين ومحسن. فهذيك الفترة غادي يدخل الأول
اللي كان ساقي الملك والثاني كان خباز الملك. فكل من هاد الاثنين شاف في المنام حلما ومشوا الى يوسف عليه السلام وعودوا ليه المنام وطلبوا منه باش انه يفسرها لهم. وكان الله سبحانه وتعالى قد علم يوسف التفسير، ولان يوسف عليه السلام نبي استغل هذه الفرصه باش يدعو الى الله تعالى ويذكرهم بمولانا وبالوحدانيه ديالو، ودعاهم العباده نتاع مولانا ويخليو عباده نتاع داكشي الاخر. حينها سيدنا يوسف عليه السلام غادي يفسر لكل واحد فيهم منامه ديالو. في المنامه ديال هاد الزوج الاشخاص كانت الرؤيه ديال الشخص الاول انه كيعصر الخمر بيديه وغادي يقدمه لشي سيده، فكانت البشاره ديالو انه غادي يخرج من السجن ويرجع لخدمته. اما الاخر اللي هو الثاني شاف انه هز الخبز وكتاكل الطيور منه وهو فوق راسه، قال ليه بلي انه غادي تطلب عقاب الله وغادي يبقى مصلوب الى ان تاكل رأسه الطيور. فمن بعد طلب يوسف عليه السلام من هذاك اللي غادي يخرج باش انه يذكروا عند الملك بانه بريء من التهمة على اساس انه يخرجوه من السجن، الا ان الفتى سبحان الله نسي الامر وبقى يوسف عليه السلام في سجنه بضعة سنوات. فمن بعد ما جلس يوسف عليه السلام سنوات واحدة اخرين في السجن، شاف عزيز مصر في الحلم ديالو لان هناك سبع بقرات هزيلات ضعاف كياكلوا سبع بقرات كبيرات وسمارين. من بعد شاف سبعة ديال السنبلات خضر واخرى مثلهن لكن يابسات، والمطلب من الحاشيه ديالو باش انهم يخبروه عن تفسير هذه الرؤيه اعتذروا ليه وقالوا ليه بلي انهم ما عارفينش يفسروا هذه الرؤيه وبلي هذا الحلم يقدر يكون غير مجرد شي خربطه من الاحلام. فسمع الفتى اللي كان مع يوسف عليه السلام في السجن هذا الشيء وقال لهم بلي يوسف قادر على تاويلها. ايوا فعلا فسر يوسف عليه السلام حلم العزيز وقال لهم بلي انه غدوز عليهم سبع سنين فيهن رزق وبركه بسبب الخصب والامطار، ونصحهم باش يخبيو من هذا الحصاد ما يكفيهم للسنين القادمه، وقال لهم باش يخليو الحصاد في سنبله حفظا له من الفساد ويخبيو شويه من الاكل، وقال لهم بلي انه السنوات اللي غادي تجي بعد السنوات السبع فيهن جذب وشده وغيستهلكوا كاع داكشي اللي احتفظوا به من غله السنين الماضيه. ومن بعد المعنى نتاع هذ السبع العجاف غتجيهم سبع سنين اللي غتنزل فيها عليهم الغيث وغادي تخصب الارض وتغل وغادي يعصروا الناس مما يخرج من الارض من زيت وعنب الى ما اخره. غادي يطلب الملك من الحاشيه ديالو باش انهم يجيبوا ليه يوسف عليه السلام من بعد ما فسر ليه الرؤيه، الا ان يوسف غادي يرفض حتى تبان البراءة ديالو للناس ويعرفوا بلي انه عفيف وما دار حتى شي حاجة. ايوا باش ما تبقاش النفس ديال الملك على يوسف شي حاجة، قال رسول الملك هذا سيدنا يوسف عليه السلام ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. ولما سولهم العزيز الملك اعترفوا بلي انه يوسف عليه السلام كان بريء، واعترفت امرأة العزيز باللي هي من راودته عن نفسه. ولما بانت للملك براءة يوسف امر باخراجه من السجن فخرج عليه السلام. حينها غادي يطلب يوسف عليه السلام من الملك من بعد ما خرجوا من السجن وكرموا باش انه يجعل وزير للخزينة، فقال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وكيف كتشوفوا بدا كيبان الفرج، فقبل الملك واعطاه المفاتيح ديال الخزينه، وهذا من رحمه الله تعالى وتمكينه ليوسف عليه السلام وفضله عليه. وقدر الله سبحانه ان يكون لقاء يوسف بالاخوه ديالو في سنين الجذب لما عم القحط وتزيرات السنين على الناس، فخرجوا اهل فلسطين الى مصر وما بينهم كانوا الإخوة ديال يوسف عليه السلام لعلهم أنهم يتلاقوا شي مؤونة يرجعوا بها الأهل ديالهم. فلما دخلوا على أخيهم يوسف عليه السلام وكان حينها وزيرا ما عرفوش ولكن هو قدر يعرفهم، فطلب منهم باش يجيبوا خوهم بنيامين، وإذا ما بغوش ما غاديش يعطيهم المؤونة، فرجعوا إلى أبيهم يعقوب باش يقنعوه ويقولوا ليه بلي الوزير طلب باش أنه يجيبوا ليه خوهم بنيامين باش يقدر يعطيهم المؤونة. فطلبوا سيدنا يعقوب اللي هو الأب ديالهم باش أنهم ياخذوا خوهم، ولكن رفض بداية. علاش؟ حيتاش تذكر أو لتفكر أشنو داروا بيوسف عليه السلام من قبل. شوية بدأوا كيقلبوا الأمتعة ديالهم وتلقوا مؤونة وأموالهم وهم يقولوها لباهم يعقوب، وبينوا باللي إذا داو خوهم غادي تزاد لهم من المؤن ديالهم. فقبل بعد ذلك. غادي يرجعوا الإخوة تاع يوسف إلى مصر وغادي يدخلوا عليه ومعهم أخوهم بنيامين،
وحيتاش سيدنا يوسف بغى يخلي خوه عنده غادي يحتال واحد الحيلة، فأمر هادوك اللي عنده باش أنهم يوضعوا الكاس نتاع الملك اللي كيشرب فيه في المتاع ديال أخيه بنيامين. إيوه هما غاديين في الخارج، نادى عليهم وكيل يوسف عليه السلام متهمهم بالسرقة، ولكنهم غادي يبينوا بلي أنهم ما سرقوش حيت هما ما فرصهم والو، وهو يقول لهم بلي السارق غادي يولي عبدا عند الملك. فلما قلبوا الجنود في المتاع ديالهم لقوا الكأس في متاع أخيه بنيامين، وهو يخلي يوسف عليه السلام عنده جزاء السرقة دياله. غادي يرجع يوسف إلى أبيهم وقالوا ليه بما حصل، وغادي يطلبوا منه بلي أنهم على أساس أنه يتيقهم يمشي يسول القافلة اللي كانت معهم أو يسول القرية اللي كانوا فيها عن صدق ما قالوا، ولكن ما صدقهمش. وهو يقول لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. سيدنا يعقوب غادي يحزن حزن شديد وبكى حتى فقد البكاء النظر دياله، ولمه ولده على كثرة ذكره ليوسف عليه السلام. سيدنا يعقوب غادي يسلم أمر المولانا عز وجل، ثم غادي أمر ولاده باش أنهم يرجعوا لمصر ويقلبوا على خوتهم يوسف وبنيامين، وقال لهم ألا ييأسوا من رحمة الله تعالى. أطاعوا أبيهم وخرجوا إلى مصر مرة أخرى. غادي يرجعوا إخوة يوسف إليه كما أمرهم أبوهم، ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. غادي يطلبوا باش أنه يتصدق عليهم ويرحم الضعف ديال باهم اللي فقد بصر ديال عينيه من الفراق أبناء ديالو. إيوا المهم من بعد غادي يعرفوا بلي أنه هذاك هو خوهم يوسف عليه السلام، وغادي يطلبوا منه الاستغفار لهم، وغادي يقولوا ليه فقال هذا سيدنا يوسف عليه السلام لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الله، سيدنا يوسف عليه السلام رجع هذه الأفعال كلها للجهل ديالهم وظلمهم للأنفس ديالهم. من بعد غادي يعطيهم القميص ديالو وغيطلب منهم باش أنهم يرجعوا لعند باهم يعقوب ويلوحوا القميص على الوجه ديالو، ويبشرهم بلي أنه غادي يرجع ليه البصر ديالو. فلما رجعوا حس باهم بريح ديال يوسف وألقى البشير القميص على وجه يعقوب عليه السلام فعاد له البصر ديالو. سبحان الله. وطلبوا من الأب ديالهم سيدنا يعقوب الاستغفار لهم على الفعلة ديالهم، وخرجوا جميعا إلى مصر ليلتقوا بيوسف عليه السلام. ولما دخلوا عليه سارع إلى أبويه وأمنهم من الخوف والقحط وحطهم بجانبه على العرش، أخوته سجدوا له، ولما رفعوا رؤوسهم ذكر أباه برؤياه من قبل ويحمد الله تعالى على ما أنعمه عليه من الحرية والملك، وبلي أن مولانا صلح ما بينه وما بين خوته. وهذه هي قصة حلقتنا اليوم جميلة ورائعة، وكنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم. فهذه القصة يا سادة يا كرام اللي عودت لكم مليئة بتفاصيل مدققة ومذكورة، ولكن غير أنا حاولت باش أنني نختصرها، فهي ذكرت لنا يوسف الإنسان وليس يوسف النبي، قصة نجاح وكفاح طفل صاحب 8-9 سنوات، وهناك من يقول 12 سنة لتمتحن في كل مرحلة من الحياة ديالو. وعلى هذا يقول الإمام القرطبي وغيره قال هذه الصورة تسمى بصورة المحزونون، ما يقرأها محزون إلا سري عنه، بمعنى أي واحد مصاب بهم أو لك يشعر بحزن إذا تأمل مزيان في هذه القصة نتاع يوسف وعاش الأحداث ديالها والألام ديالها اللي عاشها يعقوب ويوسف، غادي يشعر بلي أنه ماشي بوحده اللي أصابه هذا الابتلاء وأصابه الهم أو حتى الحزن. وأخيرا العبرة من هذه القصة، قصة يوسف مليئة بالعبر والمعاني اللي كتعرف اللي كترفع من المستوى الإيماني والأخلاقي، وارتكزت على 3 محاور أساسية: ثقة بتدبير الله، الصبر على المصيبة، وترك اليأس. فكيتوكل العبد على مولانا وكيعرف بلي أنه كل ما كيوقع ليه فيه حكمة قد يعلمها وقد تخفى عنه. نتمنى أنني نكون وصلت لكم هذه القصة بسلاسة وعطيتها حقها في السرد. وكدائما وابدا يا احباب قلبي ما تنسوش باش انكم تدعموني بلايك، وما تنسوش انكم تشاركوني حتى العبر اللي قدرتوا تستفدوها من هذه القصه وما قدرتش نذكرها لكم، شاركوها ليا في التحت في التعليق. كدائما وابدا فرقعوا لي هذيك البوطون ديال لايك بلايك لايك لايك لايك. شكرا، وكنتمنى انني كنت خفيفه على قلوبكم. تلقوا في حلقه مقبله. سلام.
سلام.